السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. هذا هو التردد كما شاهدتم على الشاشة. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نتابع في أول المقاطع لدينا: نظم متظاهرو محافظة واسط تشيعا رمزيا في مدينة الكوت للمتظاهر حسين قاطع، حيث توفي بعد أن أضرم النار في نفسه غضبا على اقتحام ساحة الكوت من قبل القوات الحكومية. لنتابع جانبا من التشيع الرمزي قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات، فنشاهد. تفاعل مغردون عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مع وسم حسين قاطع وطن، هذا الهاشتاج الذي تفاعل معه ناشطون مغردون عبر تويتر. دعونا نقرأ جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. لينا تقول: يمكنك قتل الثوار لكن لا يمكنك قتل الثورة. أمير يقول: حسين قاطع شاب عراقي آخر يعلم الأجيال درسا في حب الوطن. لدينا تغريدة من نرجس تقول: لن ننسى دماءكم الزكية وتضحياتكم لثورتنا، ولن ننسى نحيب وعويل أمهاتكم صبرا فإن الثأر آت. وفي تغريدة أخرى لدينا من زهراء تقول: حسين قاطع ثورة بحالها. طيب، إذن كانت هذه جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. شيع أهالي الناصرية الشهيد رضا الركابي من منطقة الصالحية الذي استشهد قبل قليل متأثرا بجراحه خلال هجوم ميليشيات الصدر على ساحة الحبوبي، وردد المشيعون هتافات مناهضة للصدر كان أبرزها: لا إله إلا الله مقتدى عدو الله، فلنشاهد. طبعا يحاول التيار الصدري التملص من جريمته التي ارتكبها في مدينة الناصرية عبر اتهام المتظاهرين بالاعتداء على أنصاره في الناصرية، رغم عشرات الصور والمقاطع المصورة التي تدين فعلته المدانة من مختلف أوساط الشعب العراقي. دعونا نشاهد شهادة من أحد الجرحى تبين استخدام السكاكين خلال هجوم ميليشيات الصدر ضد المتظاهرين إلى جانب الرصاص الحي لإيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوفهم. دعونا نتابع قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات. جماعة التيار اقتحموا بالليل، اقتحموا الساحة. شوفوا سووا بالولد بالسجاجين، طرق رمي حي وبعدين كروا الولد العزة الموجودين بالساحة ضربوهم بالسجاجين. يقبل السيد محمد الصدر هيجي؟ غير يقولون احنا مقلدين السيد الصدر؟ يقبل هيج؟ ما نقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل. نتابع الآن مع وسم الحبوبي تواجه العصابات. تداول ناشطون عبر تويتر هذا الوسم، دعونا نشاهد ونقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات. دكتور عبد الرزاق البصراوي يقول: من المضحكات المبكيات أن رجلاً ميليشياوياً يتصرف كما يحلو له دون التزام بقانون، ثم يدعي أنه بفعله هذا الذي يسحق هيبة الدولة يحفظ هيبتها. في تغريدة أخرى علا تقول: عجيب، ماكو أكثر من هذا الإجرام؟ يعني شباب عزل سلميين قتلتوهم وجرحتوهم وتردون تعتقلوهم بعد؟ حقكم هيتشم أذيتكم الثورة، بحيث لو شم ما تسوون للثوار ما يشفي غليلكم، ألا لعنة الله على الظالمين.
ولدينا تغريدة من علي يقول: كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا صلاتك، تأمر بإراقة دماء الفقراء وحرق خيامهم. طبعا أيضا في تغريدة من الكاتب إبراهيم محمد يقول: الكاظمي، أين أنت من حماية شباب الحبوبي؟ الموت لقتلت شباب الثورة، العار لقتلت شباب الثورة، العار لمن يلبس لباس الدين رياء ونفاقا. طبعا كانت هذه جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. بث الناشط عمار الحلفي مقطعا مصورا للحظة مداهمة الميليشيات لمنزله في محافظة البصرة، وتبين اللقطات التالية حالة الخوف والهلع خلال محاولة القوى الميليشياوية اقتحام المنزل عبر تحطيم بوابته. لنشاهد معا هذه اللقطات. يا ناس نبقى في هذا الموضوع. الناشط عمار الحلفي استطاع الهرب خارج البصرة بعد انسحاب القوة الميليشياوية وفشلها في اقتحام منزله، وعاد ونشر مقطعا من كاميرا مراقبة للقوة التي حاولت مداهمة المنزل. يبين المقطع التالي أفراد القوة وهم مجهزين بمستلزمات قتالية حديثة، الأمر الذي أعاد للأذهان حادثة تصفية الناشط حسين وزوجته سارة مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي بعد مداهمة منزلهم من قوة تشبه هذه القوة. لنشاهد. طبعا يعني كما تلاحظون مشاهدين الكرام، هذه هي القوة العسكرية الميليشياوية التي دخلت بأسلحة حديثة وبزي يشبه إلى حد كبير زي القوات الحكومية، وقاموا باقتحام منزل الناشط عمار الحلفي. طبعا نحمد الله على سلامته وسلامة عائلته، ونتمنى سلامة لجميع الناشطين في التظاهرات ولجميع المتظاهرين من هذه المحاولات المتكررة للتصفية والاغتيال في بلد غاب فيه القانون، والقانون السائد هو قانون الغاب أو شريعة الغاب كما يصف سياسي والعملية السياسية الوضع الأمني في العراق الآن. إرهاب للأطفال ونشر للذعر واعتداء على حرمات البيوت، ولا قانون ولا أمن ولا نظام يمنع هؤلاء من الاستمرار بما يفعلون. دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذين المقطعين في فيسبوك. في أول تعليق لدينا، محمد يقول: أكو واحد يقتل ويرهب أخوه على مود إيران ومخدراتها؟ يتساءل. علي يقول: أظن نفسهم هذول اللي كتلوا سارة وحسين، هكذا يظن علي. بهاء الملكي يقول: بس أريد أعرف شرطة وجيش وين نايمين؟ سؤال يوجه إلى وزارتي الدفاع والداخلية. رشا تقول: ميليشيات أقوى من الدولة والقانون يطبق على الفقير فقط، وهذا هو واقع الحال في العراق. أظهرت مقاطع مصورة دائرة تقاعد قضاء الزبير بمحافظة البصرة وهي غارقة بمياه الأمطار، حيث تطفو الأضابير في غرفها وممراتها، وذلك قبل افتتاحها بيومين. دعونا نشاهد. هناك تعليقات وردت حول هذا المقطع في فيسبوك، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التعليقات. أكثم الكنعان يقول: مشكلة البلد يفتقر إلى الأشخاص المهنيين وهذا أعظم البلاء، نسأل الله أن يمن علينا برجال مهنيين. في تعليق من أحمد يقول: هاي لو فلوس ما خليتوها كان نهبتوها، بس هاي حقوق ناس هاملينها.
برنسس فاطمة تقول ليش الأضابير بالقاع؟ شنو ماكو رفوف؟ تتساءل. ثائر يقول بالعافية علينا، هاي ردناها وهاي تمنيناها، عاد أكو سمك لو لا؟ يتهكم ثائر. وسؤال أيضا نضيفه إلى هذه التعليقات، ما مصير هذه الأضابير في حال تلفت؟ ما مصير تقاعد عشرات بل مئات ربما آلاف من المتقاعدين في هذه الدائرة؟ ما مصير تقاعدهم في حال تلف هذه الأضابير، خاصة في ظل البيروقراطية القاتلة التي يعيشها العراق والنظام الروتيني الممل وكذلك عملية التلاعب والفساد التي تتواجد في كافة مؤسسات الدولة؟ نراكم بعد قليل. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام مقطع مصور يتحدث عن حال حي الزهور بقضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة القادسية بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارعه، حيث يقول سكان الحي أن المقاولة المسؤولة على إنشاء شبكات الصرف الصحي والمجاري في الحي تابع لأحد الأحزاب، وقد استلم أموال المشروع منذ عامين ولم ينفذ المشروع على أرض الواقع. فنشاهد. أهلا بكم من جديد. تداولت حسابات مقربة من التيار الصدري عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا جاء فيه متأثرة بجراحها أم حسام الطائي تلتحق بركب الشهداء الذين سقطوا على أيدي الجوكرية وإرهابهم في ساحة الحبوب بذقار. انتهى الخبر. نأتي إلى الحقيقة من هذا الموضوع. هذه الصورة التي ستشاهدونها الآن هي لامرأة ذاهبة للصلاة يوم الجمعة في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وكانت من تصوير المصور محمد فليح الربيعي، حيث نشرت هذه الصورة من ضمن ألبوم كامل تحمل توقيع نفس المصور، أي ليس لها دخل بأحداث محافظة ذيقار وبالتحديد ساحة الحبوب. فنشاهد الصورة. هذه الصورة يبدو أنها أيضا من أنصار التيار الصدري، من أنصار مقتدى الصدر، لكن موضوع حشر هذه الصورة وهذه السيدة في قضية هي بعيدة كل البعد عنها من أجل إثارة المشاعر ومحاولة استعطاف الآخرين هي كلها طبعا لعيب من قبل أنصار زعيم ميليشيا سائرون وجيش المهدي سابقا مقتدى الصدر. نبقى في هذا الإطار ولن نبتعد كثيرا أصلا عن الموضوع. تداولت هذه الحسابات أيضا خبرا آخر جاء فيه استشهاد كرار الخفاجي، وهو الشهيد الرابع من أبناء التيار الصدري الذين قتلوا على يد العصابات المنفلتة في الحبوب بالناصرية بعد مشاركته في التظاهرة المؤيدة للزعيم الصدر. الحقيقة أيضا أن كرار صابر أو صبار الخفاجي توفي فعلا، لكن توفي فجر 27 من نوفمبر 2020، أي قبل حادثة الحبوب التي حصلت يوم نفس اليوم مساء في ذات اليوم بسبب العجز الكلوي وليس بسبب قتله في الساحة، وهذا ما أكده والد الشاب المتوفي في منشور نشره على صفحته في فيسبوك كما سنشاهد الآن. نتابع أولا صورة
الفتى، هذا هو الفتى الذي قيل عنه أنه استشهد في ساحة الحبوبي من قبل الأدوات الإلكترونية لمقتدى الصدر، لكن الفتى توفي قبل وقوع عملية اقتحام الحبوبي من قبل ميليشيات الصدر. ونتابع الآن هذا المنشور من قبل والد الفتى كرار، نشر على فيسبوك صبار جساب الخفاجي وهو والد الفتى كرار كما شاهدتم. ورد في صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاداه أن كرار صبار الخفاجي استشهد في أحداث الحبوبي، وهذا الخبر عاري عن الصحة. وفاة ولدي كرار بسبب العجز الكلوي ومضاعفاته ولا علاقة له بالأحداث، وإني أحمل المسؤولية القانونية والعشائرية لكل من نشر وينشر هذا الخبر الكاذب. والد المتوفي صبار جساب الخفاجي. هذا والد الفتى، فلماذا إذن هذه المحاولات الرخيصة أن يتم زج أشخاص لا علاقة لهم في المواضيع التي حدثت في عملية اقتحام الميليشيات لساحة الحبوبي، ودفع بأعداد أو بأشخاص يقال عنهم أنهم استشهدوا كما تصفهم الميليشيات في ساحة الحبوبي، في حين لم تذكر هذه الميليشيات 7 شهداء وأكثر من 80 جريحا. هناك حالات خطرة في المستشفيات لهؤلاء الشباب المتظاهرين في ساحة الحبوبي والمعتصمين لعام كامل، أكثر من عام، وتحملوا بطش القوات الحكومية وتحملوا انتهاكات الميليشيات ولم يردوا في أجندات جماعة مقتدى الصدر. نراكم بعد قليل. نتابع في فقرة صندوق الوارد، هناك رسالة وردتنا عبر صندوق بريد قناة الرافدين، دعونا نقرأها لحضراتكم. الرسالة تقول: السلام عليكم، أني أم محمد من كركوك، زوجي موظف في مجلس القضاء الأعلى، يشتغل حارس قضائي، ذهب إلى بغداد لكي يعود إلى وظيفته في عام 2017 ولم يعد بعدها بسبب المخبر السري، وقد جلبنا كتبا من الاستخبارات والجهات الأمنية الأخرى لبيان سلامة ملفه الأمني، علما أنه قد تعرض للتعذيب الشديد في المعتقل لمدة 21 يوما في محاولة لانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب، ولم يحصلوا على شيء يدينه ليجبروه بعدها على التبصيم على بعض الأوراق. عندي 5 أطفال وبسبب ظروف أبوهم وضعنا المادي تعبان إلى تحت الصفر. هذه هي الرسالة التي وردتنا عبر منصاتنا الإلكترونية فيسبوك تحديدا. بإمكان حضراتكم أيضا إرسال ما تشاءون وما ترغبون منا لعرضه، وسنقوم بعرضه إن شاء الله. طبعا بإمكانكم أيضا أن تراسلونا عبر مختلف منصاتنا الإلكترونية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج، رد ناشطون ومغردون على وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعراق بأنه عراق الصدرين من خلال وسم عراق العراقيين، معبرين عن رفضهم حصر العراقي بفئة أو اسم أو طائفة أو تيار كونه اسما شاملا لكل العناوين الفرعية. دعونا نتابع جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. حسين الغرابي يقول: عراق العراقين أو عراق العراقيين فقط، ولن يكون لعائلة أو حزب أو طائفة أو قومية أو دين نقطة راس وطن. في تغريدة من محمد يقول: العراق عراق العراقيين، ومن يقول غير ذلك ديكتاتوري وجاهل ولا قيمة له. هكذا يرى محمد. ضياء يقول: عراق متعدد الطوائف والأعراق، لا يختصر بشخص أو فئة أو توجه، فالعراق عراق العراقيين. حسان يقول: لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي، عراق العراقيين. هذا الشعار رفعه متظاهرو ثورة تشرين الذي أغضب مقتدى الصدر، والذي جعله يهاجم ثورة تشرين بعد أن كان داعما لها في البدايات، والذي جعله الآن يسخر ميليشياته لقمع المتظاهرين، لقمع ثوار تشرين. هذا هو الشعار من ضمن شعارات كثيرة رفعت أغضبت زعماء الميليشيات. نراكم بعد قليل. في فقرة القصص المنوعة، صادف يوم 29 من نوفمبر اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. الأمم المتحدة اختارت هذا اليوم
لتخليد ذكرى إصدار قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، فما حال القضية الفلسطينية بعد كل تلك الأعوام؟ تفاصيل أكثر مع أي جي بلس عربي، فنتابع. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.